انا اشتريت سكوتر، ده سكوتر اس واي ام اس ار من شركة اس واي ام. المفروض ان هي شركة تايواني، لكن هو بيتجمع تجميع محلي. ده شكله، السكوتر ده 150 سي سي، واحد سلندر، تبريد هواء. بيتميز بان هو فيه 2 مساعد خلفي، على عكس بعض السكوترات من نفس الفئة دي بيبقى فيه مساعد واحد، لكن ده فيه 2 مساعد، واحد من الجنب ده اللي هو ده وده التاني. الفرامل بتاعته بتبقى فرامل ديسكات زي كده، باكن، مش فرامل بسلك برضو، على عكس نفس الفئة دي بقى فيها فرامل سلك، فدي احسن بكتير طبعا. في قدام برضو ديسك تاني فرامل باكن اهي بشكلها، وبينزل بجانت كبير 16. وأماكن التخزين بتاعته كويسة، في شنطة هنا بيتشال فيها حاجة بسيطة، يعني ممكن الجوانتي أو محفظة، وفي مكان هنا برضو الشنطة دي ممكن يتشال فيها. وفي مكان هنا يتشال فيها خوذة فول فيس كاملة، ممكن يشيل فيها خوذة كاملة فول فيس. ده مكان المكان اللي بنملى منه البنزين أو تانك البنزين بتاعه. تانك البنزين بتاعه 5.5 لتر، هما معقولين يعني، ممكن يمشوك حوالي 120 كيلو تقريبا. وده بوكس بيبقى اضافي، يعني انت اللي بتشتريه ما بيبقاش موجود مع السكوتر، عشان لو عايز تزود المساحة بتاعت التخزين بتاعتك. هما عاملين هنا برضو منافذ بحيث لو البطارية ممكن نمت منك او مش عارف تدوره بالبطارية، ممكن تدوره بالمنافذ دي كده اللي هو بالنظام القديم. ده شكل الإضاءة بتاعته من قدام. الإضاءة بتاعته كويسة، لكن هي مش عالية قوي، يعني تحتاج تغير اللمبة الأصلية اللي نازلة معاه. ركوب السكوتر دلوقتي ما بقاش حاجة تضايق أو تكسف، يعني أو حد يتكسف إن هو راكب سكوتر. بالعكس، دلوقتي في مديرين شركات وناس بيركبوه كتير قوي، حتى دلوقتي الثقافة اتغيرت بتاعت الناس، وبقى في بنات كتير بتركب سكوترات، لأن هي بقت وسيلة مواصلات مهمة ومفيدة للناس، بتوفر لهم كتير في الزحمة وفي البنزين. يعني مثلا اماكن بيبقى فيها اماكن ركنات صعبه جدا زي وسط البلد او الاماكن اللي بتبقى زحمه، هو بينجز جدا في الزحمه، يعني هيوفر وقت ويوفر بنزين. استهلاك البنزين بتاعه حاجه بسيطه جدا، غير العربيه طبعا. المصاريف والصيانه بتاعته بسيطه غير العربيه، فهو عموما موفر من نواحي كتير. يعني حتى الركنه بتاعته في البيت، ممكن اي شقه فاضيه، لو في شقه فاضيه او في جراج عندك، ممكن يتشال فيه بسهوله. لكن طبعا لازم تأمنه كويس، لأن الموتوسيكلات عموما من السهل سرقتها، وبتبقى سهلة جدا يعني. طبعا هي في منها فئات كتير، يعني ممكن تبدأ حسب الميزانية بتاعتك وحسب احتياجاتك من 150 سي سي لغاية بقى زي ما انت عايز. والشركات كتير والأنواع كتير، يعني ممكن تختار منهم اللي يناسبك. أنا عموما اخترت السكوتر ده، هو سكوتر سيمفوني اس واي ام اس ار. انا اخترته ان شكله رياضي شوية مميز. في منه شكل تاني اللي هو موديل اللي اسمه الاس، شكله كلاسيك شوية عن ده، لكن المميزات بتاع ده وده كلهم تقريبا زي بعض، ما بيختلفش غير في الشكل بس اللي قدام وشكل الفانوس يعني عموما، لكن العدادات واحدة وكل حاجة فيهم واحدة. ده شكل العدادات بتاعته، هو عدد السرعة بتاعته بس هو الانالوج، لكن الباقي ديجيتال، يعني بيحسب الكيلومتر او الرحلات بتاعتك ديجيتال. وبرضه ده البنزين، بيحسب لك استهلاك البنزين او الموجود في التانك قد ايه من البنزين بالشرط دي. ودي الساعة بتاعته. طبعا الازرار بتاعته والحاجة كلها حاجات بسيطة، يعني ده زرار التشغيل، ده الزرار بتاع النور، وده الاشارات، وده الكلاكس، وده الزرار اللي بيشغل النور العالي، والتحت لو دوسنا عليه كده الشنطة بتتفتح. طبعا
طبعا الشنطه ليها طريقتين للفتح، ممكن من خلال الزرار ده لو احنا فاتحين الكونتاكت بندوس عليها تتفتح، او ممكن نجيب المفتاح على الشمال هتلاقي صوت التكه بتاعتها اشتغلت والشنطه اتفتحت معانا. ده تقريبا كان حاجه او ريفيو بسيط خالص عن السكوتر، اتمنى يكون عجبكم. وانا لسه ما جربتوش عموما كتير، يعني هو ما بيقولوش معايا كتير، لكن انا مبسوط من وقت ما جبته بصراحه، بينجز كتير جدا جدا في المشاوير عن العربيه. العربيه ممكن نستخدمها لو احنا معانا عدد كبير او لو معانا اسرتنا، لكن هو بصراحه كويس جدا في الاستخدام وفي الزحمه. اهم حاجه طبعا نبقى لابسين السيفتي بتاعنا واحنا سايقينه عشان الامان، يعني على الاقل يبقى فيه خوذه وجوانتي، ويفضل طبعا بقيه السيفتي، لكن دول كصفه مبدئيه يعني او كحاجه مبدئيه لازم تستخدم الجوانتي والخوذه على الاقل. عندنا كام مروحة التبريد بتاعته، وده شكل الإضاءة الخلفية. وهنا المفروض بيكون موجود المكان اللي فيه البطارية. السكوتر طبعا مريح جدا في السواقة، خصوصا ان هو اوتوماتيك، يعني مفهوش غيارات خالص، هو اوتوماتيك بنظام السي في تي، فما بتحتاجش ان انت تنقل غيارات من اول لتاني او كده، خصوصا في الزحمه، فدي هتبقى حاجه مريحه ليك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن صيانه السكوتر، اللي هي الصيانات البسيطة، يعني مثلا تغيير الزيت، زيت التروس أو زيت الموتور. أشكركم وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.